الراديو 90-90 هواها مصري. لو بتحب الأرقام الفردية، أنت شخص متحفظ، مش سهل يكون عندك صحاب، ولكنك مخلص جدا لصحابك القليلين اللي حواليك واللي بتختارهم بعناية شديدة وفائقة، ولكنك مخلص قوي قوي، يعني بتستخدم عقلك أكتر بكتير من عواطفك. شخصيتك قوية، بتعتز بنفسك جدا، وبتقدر تتحكم في انفعالاتك أغلب الوقت. طموح، ذكي، عندك بعد نظر، لكن مش سهل إنك ترضى عن نفسك وعن إنجازاتك. عندك دايما شعور إن أنت عايز أكتر أكتر أكتر، بتدور دايما على الحاجة الكاملة اللي ما فيهاش أي عيوب، بتحب تهتم بالتفاصيل وبتركز فيها اكتر، ما بتحبش تتورط في اي مشاكل ولا تتدخل لحد في حاجه وشايف انها عطله اكتر منها مساعده. مشاعرك متقلبه جدا. لو بتحب الارقام الزوجيه، انت شخص عاطفي، حساس، اجتماعي، بتحب تكون صداقات ومعارف كتير، بتحب اللمه، دايما تكون انت المسيطر على القعده، الشجاع، بتحب تقف مع الحق دايما، وبتدافع عن صحابك وعن اي حد على حق حتى لو مش صاحبك، وده بيوقعك في مشاكل كتير. كريم، مرتبط بالاسره جدا، مرتبط كمان بالماضي والذكريات والنوستالجيا، وعندك حنين دايما ليهم. فضولي، بتحب تعرف كل حاجة عن أي حاجة أو أي حاجة عن كل حاجة، لكن كبير أسرار ومستحيل تطلع أسرار حد. مغامر، بتجرب حاجات كتير جديدة. من عيوبك إنك متردد نوعا ما، وفي شويه ثقه كده محتاجين يعلو. ميولك الابداعيه عاليه، غالبا عندك مواهب فنيه او فيها حاجه، فيها ممكن ليونه مثلا. تمام، يعني تمام، يعني فانت كده عرفت بقى، انت حبايبنا بتوع الارقام الفرديه عرفوا صفاتهم، وحبايبنا بتوع الارقام الزوجيه عرفوا صفاتهم.